محافظة البصرة، ومعنا من هناك مراسل القناة ستار المنصوري ليضعنا في الصورة حول خطوة الأجهزة الأمنية لحماية المواكب الحسينية وآخر الأخبار والمستجدات في المحافظة. نعم ستار، مساء الخير. نعم مساء الخير عليكم. بالتزامن مع حلول شهر محرم الحرام، أعدت الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة خطة لحماية المواكب الحسينية لتاحت الفرصة للمعزلين لإداء الطقوس والمراسم الحسينية وسط انتشار أمني في عموم شوارع وتقاطعات مدينة البصرة، بالإضافة إلى المفارز والدوريات خاصة في وقت الذروة وهو وقت المساء، باعتبار أنه أغلب المواكب الحسينية تقام في أوقات المساء، بالتالي هناك قطع لبعض الشوارع اللي تكتظ بالمواكب، سيما في أحياء الجمهورية والتميمية والخندق وما وعدد من الأحياء والشوارع الأخرى. ما زالت شحة مياه الإسالة وملوحتها يعني هي إحدى التحديات الكبيرة في التي يعاني منها المواطنين في مدينة البصرة. أهالي منطقة النعاج نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية ماء البصرة، وذلك بسبب انقطاع مياه الإسالة منذ أكثر من 8 أشهر، وأكدوا أن يعني لا حلول لحد الآن يعني جذرية لهذه المشكلة وهذه المعاناة سوى أنه حلول آنية وحلول ترقيعية، بالإضافة إلى ما يعانون من يعني بسبب شراء المياه الإسالة من التناكر، وهذا يحملهم أعباء إضافية جديدة. يعني أخيرا وجهت حكومة البصرة المحلية بحملة في عموم مدينة البصرة للحد من اتساع ظاهرة الرعي والجزر غير المرخص. طبعا هذه الظاهرة التي استفحلت منذ عام 2003 ولحد الآن بسبب نزوح العديد من العوائل من الأرياف ويعني مناطق أخرى كانت تكون يعني المناطق المجاورة لمدينة البصرة، ونلاحظ أنه المواشي والأغنام تسرح وتمرح في شوارع المدينة حتى في يعني المناطق الراقية، وشوهت منظر المدينة، بالإضافة إلى ما يعني انبعاثات الروائح الكريهة من خلال جزر الأغنام والمواشي في المناطق والأحياء. هذا كل ما لدي من أخبار في مدينة البصرة، وأعود بكم إذن من البصرة الفيحاء مراسلنا ستار المنصوري، شكرا لك.